بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة مشاهدي ومتابعي ومحبي قناة النادي الأهلي، معلقكم ومحدثكم الرياضي أحمد مناع يحييكم من صالة هيئة استاد قناة السويس بالإسماعيلية وديربي كرة السلة ما بين الأهلي والزمالك. دور الثمانية مرتبط الدوري لموسم 2019-2020-2021. قبل هذه المباراة أقيمت مباراة دوري المرتبط ما بين الأهلي والزمالك تحت 16 سنة، واللي انتهت بتفوق الأهلي 80-51 بقيادة الكابتن إسلامي الكيلاني تحت 16 سنة. الآن تقام على شاشة قناة النادي الأهلي مباراة كرة السلة بين الأهلي والزمالك في الكبار. هنقول لحضراتكم التشكيل النهاردة. نبدأ بالنادي الأهلي صاحب الأرض والمباراة. الجهاز الفني كابتن أشرف توفيق مدير فني، كابتن سعد مصطفى مدرب عام، كابتن احمد جرحي مدرب مساعد، كابتن طارق الغنام مدير اداري، دكتور وليد الخراط اداري، كابتن علاء لطفي محلل اداء، دكتور احمد عادل طبيب، دكتور هيثم الضبع علاج طبيعي، دكتور محمود حمدي اعداد بدني، دكتور نادر خزام اخصائي تغذيه، محمد عيسى مدلك، وحامد الكاس خدمات معاونه. اما تشكيل النادي الاهلي ده الجهاز الفني اللي احنا قلناه. اما النادي الاهلي تشكيله اليوم مدير جرحي رقم 10 كابتن فريق، 9 ابراهيم الجمال، محمد مصطفى الشهير بمودي رقم 1، 0 عمرو الجندي، 8 سيف سمير، ايهاب امين رقم 4، 5 اليكس يونج، احمد مهيب رقم 14، 15 عبد الفضيل، ابو النصر 23، احمد حمدي 33، واخيرا عمر طارق رقم 55. يغيب من اللقاء النهارده 2 من العناصر المهمه، حاتم بحيري واحمد سلعوه بعد رجوعهم من اصابات متنوعة ما بين الكورونا والركبة. سلامات للعيبة كلها وألف سلامة، ويرجعوا إن شاء الله على خير ينوروا الملاعب. أما نادي الزمالك النهاردة بقيادة فنية جديدة بعد توقف دام 52 يوم، وهقول لكم آخر مباراة لعبها الأهلي إمتى وآخر مباراة لعبها الزمالك إمتى. جهاز فني جديد مكون من مدير فني أوجستي الأسباني، مدرب عام ياسر عبد الوهاب، مدرب مساعد كابتن سمير جودة، الإداري كابتن أشرف هلال، مدرب الأحمال كابتن محمد سعيد، الطبيب اسلام جمعه، محمد مسعد مدلك، ومصطفى محمود احصائي. اما تشكيل نادي الزمالك النهارده، عمر هشام رقم 4، احمد حاتم رقم 6، كريم دهشان رقم 8، اسلام سالم رقم 9 المنتقى الحديث من نادي الجزيره، انس اسامه رقم 10، كيجو رقم 14، ودي فريق 16 سنه بعد تفوقه، وكابتن اسلام الكيلاني المدير الفني، كابتن سيد صابر مدير قطاع الناشئين والنشئات، والدكتور شريف رشيد. هنكمل لحضراتكم تشكيل نادي الزمالك. والتر هودج الامريكي رقم 15، محمد مصطفى رقم 17، كريم محمد 22، مصطفى مشعل 77، هيثم السحارتي رقم 40. اما الجهاز الفني الجديد جه بعد كابتن طارق سليم وكابتن علي الكناني وكابتن هشام مسلم. حكام المباراه النهارده، حكم اول كابتن محمد منشاوي، محمود ابراهيم حكم ثاني، وكابتن تامر يحيى حكم ثالث. الاستعدادات النهائية وقراءة الفتحة قبل بداية المباراة، نتمناها أهلاوية، نتمناها التأهل إلى دور الأربعة والفوز كالعادة للأهلي بدور المرتبط. على الله وعلى بركة الله نبدأ المباراة، والتحية الأهلاوية أهلي بعد قراءة الفتحة. واللاين أب للنادي الأهلي النهاردة عمرو الجندي رقم 0، وأبو النصر رقم 23، أليكس يونج رقم 5، وعبد الفضيل رقم 15، ومودي الجرحي رقم 10. اما اللاين اب لنادي الزمالك فمصطفى كيجو رقم 14، والتر هودج رقم 15، ورقم 9 اسلام سالم، انس اسامه، والاخير اعتقد هيثم عمر هشام. وادي كيجو، وادي الصفقه الجديده للنادي الاهلي عمرو الجندي، وابتسامه ما قبل اللقاء والسلام ما بين اللاعبين. بداية أحداث المباراة. وادي تشكيل الفرقتين، يمكن هيلعب في مركز 5 في النادي الأهلي النهارده عبد الفضيل رقم 15، في مركز 4 هيلعب أليكس يونج، واحد هيلعب مودي الجرحي بوينت جارد، و أبو النصر 2، وعمرو الجندي رقم 3. اما والتر هودج طبيعي جدا انه هيمسك الملعب للزمالك، بوينت جارد رقم 1، انس اسامه رقم 5، وعمر هشام، مصطفى كيجو رقم 4، واخيرا اسلام سالم رقم 9 اللي هيلعب
في مركز ثلاثة. دي أحداد والتعليمات الأخيرة كده من الكابتن. ودي أحداد على روح الفقيد الإدارة الرياضية الكابتن سمير عبد الرب ورحم الله هذا الرجل القائد والأستاذ والمعلم، ويعني واحد من الناس اللي فقدتهم الإدارة الرياضية في مصر والرياضة المصرية في مصر، مدير النشاط الرياضي السابق بالنادي الأهلي وكان مدير الرياضي لمركز شباب الجزيرة. انتهت الدقيقة 11 وكابتن منشاوي على تنفيذ رمية القفز أو الجامبول ما بين أنس أسامة وأليكس يونغ. من سأحسمها اليوم في الجولة الأولى، والجولة الثانية نفكر حضراتكم إن شاء الله يوم السبت القادم. كيجو استحوذ عليها نادي الزمالك من البداية. إسلام سالم من نادي الزمالك، مصطفى كيجو أوبن شوت 3 بوينت، وكيجو يفتتح اللقاء بأول ثلاث نقاط لنادي الزمالك. وادي باص كده من مودي يخطف على طول او يعمل السيل على طول. كيجو نص الملعب يسلم لوالتر هوج اللي بيهوش يقف شوت 3 بوينت، والثري بوينت الثانيه لهوج. الزمالك متقدم 6 نقاط والاهلي لا شيء. وادي أليكس يونغ ويفتتح تسجيل نقاط اللقاء واول نقطتين للنادي الاهلي 6-2 النادي الاهلي. وادي والتر هوج مع ابو النصر. اسلام سالم وعمر الجندي عاوزين لعبوا بعض من الجزيره. اسلام سالم تاني، عمر الجندي معاه لسه. لانس اسامه اللي طلع بره يسلم هوج، هوج المحترف ويعلق لانس اسامه والفولو دانك ونقطتين كمان 8-2 لصالح نادي الزمالك. 8 دقايق 45 ثانية والله بدأ المباراة حماسية، لكن الأهلي هيستعيد توازنه دلوقتي ويتألق كالعادة. عبد الفضيل لعمر الجندي وإسلام سالم والباك بيفوت، عمرو يلف يرتكز يطلع لعبد الفضيل وأليكس يونغ والثري بوينت. أليكس يونغ ما بينجحش في التسجيل، يخطف على طول والتر هوتش. والتر ومع أبو النصر سكرين من كيجو يسلم لأسامة، أنس أسامة تحت الباسكت والسيمي هوك بتاعته ويلم كيجو وتراي على السكند شوت ما بتجيش، يوصل لمودي جرح. مودي بيطلع بالفص بريك يهدى على الملعب. مودي جرحي لعبد الفضيل يلف على الفضيل يهوش أنس أسامة يطلع كيك اوت لعمرو الجندي. عمرو والبنتريشن بتاعت عمرو الشهيرة بتاعت عمرو وشوط عمرو ما نجحش عمرو في التسجيل. هوج على طول يلم ريباوند يطلع الفص بريك والكيجو، لكن هنا يخطئ في التسجيل ويلم على طول. مباراة بدأ حماسية. مودي الجرحي تلاتاتك يا مودي، تلاتاتك يا مودي، أرض لك يا مودي. ما بينجحش في التسجيل. عمر هشام مفيش فرصة لالتقاط الأنفاس، مفيش فرصة لجبس النار، مفيش فرصة لإدارة لقراية الفرقة الثانية. وادي هوج وينجح في تسجيل نقطتين 10-2 بداية حماسية من نادي الزمالك. 7 دقايق 30 ثانية على انتهاء الكوارتر الأول. كرة أهلاوية. أبو النصر عمرو الجندي وسكرين ليون اليكس من بعيد ثلاثات اليكس ما بينجحش في التسجيل الثالثه والفص بريك على طول لكيجو ينجح لا ما ينجحش في التسجيل وخطا شخصي على محمد ابو النصر رقم 23 يستوجب رميتين حرتين زي ما قال الكابتن تامر الحكم الثالث للمباراه كابتن تامر يحيى. واول فاول يرتكب في هذا الكوارتر والنتيجه 10-2 لصالح الزمالك. 7 دقائق 6 ثواني على انتهاء الكوارتر الاول ومجاوي او كيجو على تنفيذ الرميه الحره الاولى لم ينجح في التسجيل. كيجو كيجو على تنفيذ الرميه الحره الثانيه دخله في الريباوند انس اسامه ووالتر هوج ومودي الجرحي هو اللي هيحجز او هيعمل البوكس اوت على كيجو. وادي كيجو الرمية الحرة الثانية قصيرة يلم تاني كيجو على السكند شوت، لكن هنا خطأ شخصي من مودي الجرحي
الخطا الشخص الثاني واوت سايد لصالح نادي الزمالك. 10-2 لسه النتيجة، 7 دقايق 4 ثواني على انتهاء الكوارتر الأول. وادي هوج بيسلم لإسلام سالم، إسلام ودى لأنس أسامة، قلب الناحية الثانية الهوج اللي بيهوش لقى البنتريشن فاضي في البيز لاين، راح نجح في تسجيل نقطتين لصالح نادي الزمالك، وسع الفرق إلى 10 نقاط لصالح نادي الزمالك. لسه الأهلي ما دخلش أجواء المباراة، أليكس يون لعمرو الجندي والهاند أوف عمرو وسكرين من العفاضيه، يخترق عمرو، فين اختراقاتك يا عمرو؟ والفيدا واي ما بتجيش النبادي، هوج بيلم ويجري بالملعب يطلع لكيجو، كيجو والسيمي هوك وخطا شخصي على أليكس يون. أليكس يون خطا شخصي، وده الخطا الشخصي الثالث توتال على النادي الاهلي، وتغيير ايهاب امين هيخرج، هيدخل ويخرج محمد ابو النصر رقم 23. كيجو والرميه الحره الاولى ينجح في التسجيل، يوسع الفرق ل 11 نقطة. وكيجو الرميه الحره الثانية، اعتقد هيحصل فيه تغيير، انا شايف كده مودي محمد مصطفى مودي وعمر طارق، ونجح في تسجيل الرميه الحره الثانية، يوسع الفرق ل 11 نقطة. عمر طارق مكان عبد الفضيل، ومودي مكان مودي، محمد مصطفى مودي مكان مودي كابتن. يضغط نادي الزمالك بريس فول كورت، امين هيطلع وسكرينات بتحصل عشان مودي يستلم، أليكس يونج نوبادي هو اللي يستلم، يوسع الملعب كابتن اشرف بيشاور بعلامه اللعبه اللي هيتلعب، وادي أليكس يونج بيطلب سكرين، لا والله بيدي عمر طارق، عمر طارق يسلم لإيهاب امين، وفاول هنا على اسلام سالم، خطأ شخصي على اسلام سالم واوت سايد، واول خطا شخصي على نادي الزمالك. لسه النتيجه 14-2، 6 دقائق 18 ثانيه على انتهاء الكوارتر الاول. ايهاب امين واحد من نجوم منتخبنا، عمرو الجندي عمرو لمودي اللي بيخترق بيوصل، والاسيست حلو من عمر طارق، والدنك احلى من عمر طارق، عمر طارق رقم 55 من النادي الاهلي، لكن الاسيست روعه الروعه من محمد مصطفى اللي بينجح في تسجيل نقطتين، وبياخد هنا الاند وان او الوان مور. يضيق الفرق الاهلي الى، يا سلام على الباصه، يا سلام على الاسيست، احفظ في الارشيف. وادي عمر طارق والاند وان، عمر ينجح في تسجيل نقطه الاند وان. 14 الزمالك، 5 الاهلي، 6 دقائق 11 ثانيه، الاهلي بيضغط من اول الملعب ويسلم لعمر هشام، عمر هشام 2-1 فص بريك، يوصل عمر النبادي يكمل كيجو سماكش كده فولي، وبينجح في تسجيل نقطتين لصالح نادي الزمالك. مودي او محمد مصطفى معاه اسلام سالم لعمرو الجندي، ايهاب امين، ايهاب البوب بيطلع لعمر طارق، ثلاثات عمر طارق، ما بينجحش عمر طارق في التسجيل، الثلاثه بونج، يسلم اسلام سالم على طول اللي يلم ديفنسيف ريباوند، بيطلب اللعبه يتعمل عليه دبل سكري دبل تراب، توصل لكيجو، كيجو من بعيد قرر الشوط لعمر طارق لهوج، والتر هوج دفاع قوي من ايهاب امين، اضغط عليه يا بوب بتعمل له سكرين، طلع كيك اوت لكيجو، يخطف في السكه على طول ويعمل السيل عمرو الجندي، والفاس بريك 2-1 ايهاب امين، وخطا شخصي على مصطفى كيجو رقم 14 من نادي الزمالك. تعادل في الفاولات، 3 فاولات هنا و3 فاولات هنا، 16 زمالك 5 الاهلي. 5 دقائق 18 ثانيه على انتهاء احداث الفتره الاولى او الكوارتر الاول، وادي الفاول لصالح ايهاب امين. ايهاب امين ما بينجحش في تسجيل الرميه الحره الاولى. وادي الرميه الحره الثانيه، ايهاب امين ينجح في التسجيل. لسه الاهلي بيضغط عايز يعوض الفارق، اسلام سالم يضغط الاهلي 2-2-1 لوالتر هوج اللي متساب خالص، يكيجو في البيز لاين لوحده، عمر طارق ما لحقوش، شوت 3 بوينت ما بتجيش، يلم على طول النادي الاهلي، توصل عند محمد مصطفى مودي قادم من التامين وهو اصلا من ناشئ النادي الاهلي، عمر طارق لأليكس يون
لمودي، وادي أليكس 10 ثواني على 24 ثانية لعمر تحت الباسكت ومعاه أنس مش سايبه، اعلى لكن هنا مخالفة المشي بالكورة ووكينج على عمر طارق وبتطلع أوت سايد لصالح نادي الزمن. تغيير في صفوف الزمالك، هيخرج عمر هشام وينزل كريم الدهشان، عمر هشام رقم 4 نزل كريم الدهشان رقم 8. محمد مصطفى ومعاه والتر هوج، لأنس أسامة، لإسلام سالم، إسلام أنس أسامة تاني، والتر مش سايبه محمد مصطفى، اضغط عليه مودي، اضغط عليه مودي، عدى والتر بعد سكرين، وقف شوت ميديم شوت ما جاتش، يلم على طول عمرو الجندي، عمرو بيعدي بملعبه، لسه ما اشتغلش عمرو، استنى سكرين من عمر طارق، فاهمين بعض بقالهم كتير لعبوا مع بعض في الجزيره والسنه دي انتقلوا للاهلي. ادي اليكس يون، اليكس حلو الدريبل راح لكن بروك من انس وسامه، يسلم لكريم الدهشان يخطف السوبر ماريو، ايهاب امين شوت ما بتجيش، السكند شوت عند عمر عمرو الجندي وينجح في تسجيل نقطتين لصالح النادي الاهلي. والتر هودج هو اللي هيستلم، مودي مش سايبه بيحاول معاه يقطع الكوره، عمل الدريبل حاول يعدي، ايوه خطف للسين حلو منه اليكس يونج، اليكس واحد على واحد ووصل ما نجحش في التسجيل، ايهاب امين يحاول تاني لكن هنا خطا شخصي على محمد مصطفى مودي رقم 1 من النادي الاهلي، لكن الدفاع كان قوي من النادي الاهلي، ده الفارق الى 8 نقاط، 16 الزمالك 8 الاهلي. خطا شخصي على محمد مصطفى مودي، وهنا ايهاب امين لما بيكمل التراي يضغط لسه النادي الاهلي، والتر هوج، والتر بيعدي يخطف على طول، خطف ستيل على طول اليكس يونجي وبصل عمرو الجندي فص بريك لكن اسلام سالم يقطع في السكه، اسلام سالم يقطع في السكه ويعمل ستيل وتطلع اوت سايد، تركيز تام وحاد من الكابتن اشرف توفيق المدير الفني. ايهاب امين لسه ما اشتغلش، عمرو الجندي ثلاث دقايق ثلاثات عمرو شوت عمرو ما جابش عمرو، لا يونج بيلم بيشوط تاني يونج ما بتجيش، يلم انس اسامه لوالتر هوج اللي بيجري ملعبه عايز يعمل فاص بريك نجح انه يعدي، سلم لاسلام سالم لوالتر هوج فاضي بالبيز لاين شوت 3 بوينت ما جاتش، يلم على طول ايهاب امين، ايهاب وسرعته معروف بسرعته والاسيست حلو من ايهاب لاليكس يونج يرفض الهديه معاه عمر طارق تاني بيحاول لكن توصل عند انس اسامه، فين يا جماعه الريباوند فين الريباوند، والتر هوج لاسلام سالم فاضي اوبن شوت شوت ما ينجحش في التسجيل ويعدي ايهاب امين يسلم لمصطفى محمد مصطفى مودي، مودي بيطلب سكرين من يون يسلم يون، ايهاب امين في البيز لاين بيحاول يخترق وقف شوت 2 بوينت نجح في التسجيل، ده الفارق الى 6 نقاط 16 للزمالك 10 الاهلي، دقيقتين ونص على انتهاء الكوارتر الاول، والتر هونج بيعدي يحصله على طول محمد مصطفى، كريم الدهشان في البيز لاين والاسيست حلو من كيجو غفله كده دفاعيه بحته من اليكس يونج اللي ما كانش يعني ما كانش يعني في تركيزه وهو بيعمل ديفنس، اليكس يون وغفله دفاعيه ثانيه برضه من كريم الدهشان قدر يعمل محمد مصطفى مودي الاسيست ل ايهاب امين وينجح في تدي الفرق الى 6 نقاط ثاني، والتر هوج بلي ميكر نادي الزمالك بيضغط عليه سلم لكريم الدهشان لمصطفى كيجو واقف في البيز لاين حاول يخش مع عمر طارق افرد ايدك بس يا عمر هتاخد الكره يا عمر، خد الكره ايهاب امين في الديفنسيف ريباوند بيجري ايهاب امين يقلب محمد مصطفى تحت الباسكت عمر طارق السيمي هوك قصيره كمل تاني يا عمر كمل تاني يا عمر تاني ما جاتش النوادي، والتر هوج بيعدي ملعبه اسلام سالم بنتريشن وهنا خطا شخصي على عمر طارق في ده ابراهيم الجمال واحمد حمدي هيغيروا دلوقتي مكان عمر طارق اليكس يونج وعمر الجندي وفي تغيير تاني والتر هوج بيخرج أنس أسامة بيخرج وينزل مكانهم مين دلوقتي أحمد جمال رقم 6 أحمد حاتم رقم 6
ورقم 17 محمد مصطفى. 12 الاهلي 18 زمالك، دقيقة و32 ثانية على الكوارتر الاول، والتو شوتس لاسلام سالم الاولى صيارة ما بينجحش في التسجيل. اسلام سالم 6 نقاط فرق لصالح الزمالك، ما بيجيبش الثانيه، يلم ايهاب امين، يسلم لمودي مصطفى صانع العاب نادي الاهلي. مودي بيعدي، مودي مع احمد حاتم او احمد جمال عفوا، هنا مخالفه في المشي بالكره على احمد حمدي المدافع الحديث للنادي الاهلي هذا الموسم. مبارك ابو حميد، لسه الاهلي بيضغط في اخر دقيقه و20 ثانيه، وده الفرق الى 6 نقاط بعد ما وصل الى 12 نقطه. كيجو مع احمد حمدي، عدى منه كيجو، واقف وهدى على ملعبه، يسلم لاحمد حاتم، احمد حاتم عدى بعد الاسجال وسكرين كيجو، سكرين تاني حاول يخترق يطلع كيك اوت للدخان، 3 بوينت دخان، ما بينجحش في التسجيل، يلم الاهلي على طول، لكن ايهاب امين تغلط فيه وتطلع اوت سايد لصالح نادي الزمالك. مودي بيقول له اهدأ اهدأ اهدأ، وادي اوتسايد دقيقة بالظبط على انتهاء الكوارتر او 59 ثانية بالظبط على انتهاء الكوارتر الأول. مصطفى كيجو لأحمد حاتم، كيجو أحمد حاتم يقف يسلم لإسلام سالم تحت الباسكت محمد مصطفى، آخر ثانيتين مع عمر طارق، أي حاجة بتخبط بره وبتطلع اوتسايد من نادي الزمالك. اسلام سالم خرج من الزمالك ونزل هيثم السحارتي كابتن الفريق. يلا 45 ثانية على انتهاء الكوارتر الأول، مودي لإيهاب أمين، وادي عمر طارق، وأخطر كده في الباصة، لسه الأهلي مش مركز. 31 ثانية على انتهاء الكوارتر الأول، والأوتسايد للزمالك. لسه الأهلي بيضغط، مودي بيضغط دلوقتي على أحمد حاتم. سلم لكريم الدهشان، لأحمد حاتم تاني في صناعة اللعب، معاه إيهاب أمين، كريم الدهشان بيضغط الأهلي. وادي أحمد حاتم بيخطف النادي الأهلي بيعمل السيل، إيهاب أمين والباك لاب ونجح فيه إنه ياخد فاول. ورميتين حرتين والفاول على احمد حاتم رقم 6 من نادي الزمالك، رميتين للبوب ايهاب امين. وسامودي اسف تاني يا يشوط ايهاب امين على تنفيذ الرميتين الحرتين، 18 ثانيه وخمس اجزاء من الثانيه على انتهاء احداث الفتره الاولى او الكوارتر الاول. ايهاب امين ينجح في التسجيل الرميه الحره الاولى. إيهاب على تنفيذ الرمية الحرة الثانية. ما بينجحش في التسجيل، يلم على طول نادي الزمالك أحمد حاتم. بيطلع لمحمد مصطفى يقف ويسلم الدهشان لأحمد حاتم ثاني، يهدى على ملعبه، عايز يلعب فرق 10 ثواني، متأكد الباسكت، الفرق قل لخمس نقاط، عايز يقطع الأهلي الكورة، محمد مصطفى يقلب الناحية الثانية لكيجو اللي بيشوط مع الثواني الأخيرة وينجح. 3 نقاط عشان تنتهي احداث الفتره الاولى، 21 من نادي الزمالك 13 من نادي الاهلي. تقدم نادي الزمالك حتى هذه اللحظات، ماذا سيحدث ما بين الكوارترين؟ يطالب كابتن اشرف توفيق اللعيبه بالهدوء والتركيز والعوده للمباراه مره اخرى. مش مساله موفقين، احنا ما بنرجعش، احنا بنرجع خلاص، بنرجع زفت. ركزوا شويه في الترانزيشن ديفنس، وهنا هنا الكره لما بتروح لخمسه واربعه الكره بتعمل لها سوينج بصعوبه، انزل تحت، انزل تحت يا جيمي، انزل اي حد، خد المجموع اديني تحت، عايز اروح تحت شويه عند عمر، اديني تحت شويه عند عمر نور يلعب 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 كذا كده.
انتهت فترة الراحة المقررة ما بين الكوارترين، ونعود إلى الكوارتر الثاني زي ما شفنا كده ما بين الكوارترين. تعليمات كابتن طارق كابتن أشرف توفيق وصار بغضبه على عدم الرجوع في الديفنس. كانت الجملة الواضحة، إحنا ما بنرجعش، إحنا ما بنرجعش. تركيز على الديفنس، والديفنس الوسيلة الأولى لتحقيق جود ديفنس. يعني في الباسكت كده بيقولوا جود ديفنس جود أتاك. نرجع للمباراة تاني، نفس الخماسي اللي أنهى بيه الأهلي الكوارتر الأول: عمر طارق، إيهاب أمين، أحمد حمدي، محمد مصطفى، إبراهيم الجمال، نفس التشكيل. لا لا والله ده والتر هودج نزل، نبادي، مودي لأحمد حمدي، للجمال، بيصعد لعمر طارق، عمر بيلعب واحد على واحد مع أنس أسامة، بيلف ويستخدم جسمه والسيمي هوك بأول نقطتين في افتتاح الكوارتر الثاني. 21 الأهلي 15 الزمالك، أو عفوا 21 الزمالك 15 الأهلي. والتر هودج مع محمد مصطفى، مهمة كبيرة على محمد. والتر هودج ماسك فيه، والتر وادي 3 بوينت كمان، والتر هودج ما بينجحش في التسجيل، لما على طول إيهاب أمين، محمد مصطفى، مودي وقف شاط ما جابش، يلم على طول احمد حمدي، لكن تروح تقطع من ايده وتروح لاحمد حاتم اللي بيهدي ملعبه ويسلم لوالتر هودج. والتر هودج يقطع احمد حمدي في السكه من الاهلي لمودي، يجري بالفص، ما بنجريش فص، لسه الترانزيشن بتاعنا في الديفنس الاوفنس لسه بطيء شويه. ايهاب ايهاب ايهاب، والباك بيو بتاع ايهاب يسلم لاحمد حمدي، ميديا بتتعمل بلوك عليه، يلم ايهاب تاني، طلع بره ايهاب، لكن هنا مخالفه ثلاث ثواني على ايهاب امين، واوت سايد لصالح نادي الزمالك. اوت سايد للزمالك، والتر هودج هيطلع ويسلم الكره لاحمد حاتم، كده احمد حاتم في الزمالك هيلعب في بوزيشن 1، والتر هودج هيلعب في بوزيشن 2. والتر هودج وسكرين وبيعدي يقف يشوط يرجع في تسجيل، ثلاث نقاط لصالح نادي الزمالك، يوسع الفارق 24 15، تسع نقاط لصالح نادي الزمالك. مودي لسه الاهلي مش مركز، مودي وهوتش لإيهاب امين، اتخرج ووصل ما نجحش في التسجيل، والفولو دان من عمر طارق يضيق الفارق 24 17، 8 دقائق 10 ثواني على انتهاء الكوارتر الثاني. انس اسامه لوحده يسلم لاحمد حاتم، لسه حارتي لوحده تاني، لسه الاهلي دفاعاته مش مظبوطه، احمد حاتم لمحمد مصطفى لوالتر هودج عايز يشوط الشوط الثانيه، ما نجحش في التسجيل، يلم محمد مصطفى على طول يجري بالفص بريك، لكن الزمالك رجع لسه. جيمي وقف بص الكره من ورا ظهره، خبطت في السحارتي وطلعت اوت سايد لصالح نادي الاهلي. كابتن محمود لو الكاميرا تيجي عليه بيطالب الجهاز الفني من الاهلي يقعد، وبيطالب جهاز نادي الزمالك بالهدوء. كابتن اشرف، مهنه المتاعب، مهنه التدريب دي مهنه المتاعب. عمر طارق بيدور على ايهاب امين، ياخد ايهاب امين، واحد اثنين ووصل على ما جاتش، تروح على طول اوت سايد على نادي الزمالك. لاست تاتش، وادي اعتراضات من هيثم السحارتي، لكن الكباتن الحكام قالت ان لاست تاتش على هيثم السحارتي، وفاضل ثانيتين على ال 24 ثانيه زمن الهجمه. افكر اعزائي المشاهدين تاني، 24 الزمالك 17 الاهلي، 7 دقائق 30 ثانيه بالتمام والكمال، وثانيتين على زمن الهجمه. هيعمل فيهم ايه الاهلي؟ تخلص على شوطه ولا بنتريشن؟ ما اعتقدش انها فيها بنتريشن، ده على شوطه على طول. وادي ابراهيم الجمال، لكن ما بتجيش هنا، هنا زمن ال 24 ثانية انتهى، ليه؟ ما لمستش الحلقة، ما اتجددتش معاها زمن ال 24 ثانية. النادي الأهلي كابتن أشرف بيقول له لا لمس الحلقة، بيكلم كابتن محمود. وإبراهيم الجمال تقريبا في إصابة، سلامات للجمال. هينزل مكانه مهيب. جمال إصابة.
هو كلامه كده مع الكابتن تامر يعني بيقول له يعني خطأ شخصي، ف خلاص اللعبه اتعملت. وهنا سلامات لابراهيم الجمال، بنقول له الف سلام عليك، واضح انها في الانكل زي ما احنا شايفين. الحمد لله قام الجمال، طمن عليه هينزل مكانه احمد مهيب. طبعا هتقول لي نزل ليه ما هو كويس، هقول لك لا عشان الدكتور نزل، ودي تعليمات او قوانين كره السله ان الدكتور لو نزل لازم اللعيب يتغير على طول. سلامات للجمال، واحمد مهيب ينزل، هو ماشي يعني في زكه بسيطه كده بس ان شاء الله خير باذن الله. نرجع للمباراه، احمد حاتم لوالتر هودج، والتر وسكرين محمد مصطفى، والتر بيحاول يخترق ويطلع لاحمد حاتم، والتر تاني على اوبن شوت ويسلم محمد مصطفى، وهنا سيمي هوك ونقطتين لصالح نادي الزمالك. يضغط الزمالك، 7 دقائق على انتهاء الكورتر الاول، 26-17 لصالح نادي الزمالك. ايهاب امين، ايهاب قرر يخترق، وقف شوت ونجح في تسجيل نقطتين، ده الفارق الى 8 نقاط. وادي الفاست بريك، انس اسامه ومعاه عمر طارق، ومن سيمي هوك من بعيد، لكن عمر طارق بيجيب على طول من ديفنسيف ريباوند، بيجري ايهاب امين، يجري من الفاست بريك، وقف يسلم لاحمد حمدي، ايهاب امين بيطلب سكرين، ايهاب وصل لمودي، مودي وثلاثات مودي، مودي وثلاثات مودي، ما جاتش النبادي، حاول معاه احمد حمدي، لكن والتر هودج بيلم الريباوند، بص صفر حلو وفاول وخطا شخصي على مودي، محمد مصطفى مودي، خطا شخصي لصالح نادي الزمالك. هنا الفاول اهو زي ما شايفين حضراتكم، اعتراض بايده واوت سايد لصالح نادي الزمالك. ده الفاول الاول بعد مرور 3 دقائق 37 ثانية في الكوارتر الثاني. خطأ الشخص الأول على الزمالك، مودي، أنس أسامة، استنى هوج، خد الكرة هوج، دلوقتي غير الدفاع، بقى يلعب عليه إيهاب أمين، لكن هوج عدى، وصل، على الكورة، نجح في تسجيل نقطتين، والتر هوج، وأدي مودي، يوسع الفرق تاني ل9 نقاط، 28 زمالك، 19 أهلي. 5 دقائق 50 ثانية على انتهاء الكوارتر الثاني. وادي ايهاب امين والفيداوي، نجح ايهاب امين في تسجيل نقطتين، ده الفرق الى 7 نقاط ثاني. يضغط النادي الاهلي، حاول يقطع ايهاب امين، نجح فعلا، لكن الكره بتطلع منه اوت سايد لصالح نادي الزمالك. خرج احمد حاتم من نادي الزمالك، نزل عمر هشام، وخرج مودي ونزل ابو النصر، كده محمود ابو محمد ابو النصر هو اللي هيلعب في مركز واحد، واحد من اللعيبه اللي كان لها دور كبير جدا، مستوى كويس جدا محمد ابو النصر الموسم الماضي وهذا الموسم. نرجع للمباراه، والتر هودج لعمر هشام اللي لسه نازل، معاه ايهاب امين لمحمد مصطفى، سحارتي او هيثم السحارتي، لكن هنا خطا شخص على احمد حمدي رقم 33، واوت سايد لصالح نادي الزمالك. يلا 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 يلا، اوت سايد للزمالك. وادي عمر هشام وسكرين بيعدي عمر، لا عمر طارق في سكته، انس اسامه على البيس لاين وستري بوينت ما بينجحش في التسجيل، انس اسامه يلم النادي الاهلي، ايهاب امين لاحمد حمدي، لكن هنا البلوك من عمر من انس اسامه، واوت سايد لصالح نادي الاهلي. اوتسايد للنادي الاهلي. ايهاب هيطلع الاوتسايد لحمدي او احمد مهيب، عفوا مهيب يخترق ووصل ما بجابش، يلم هوج على طول ويطلع بالفاست بريك، يقف ميديم شوت هوج ما بتجيش، ابو النصر يلم على طول في الميعاد والمكان المناسب، يلم ايهاب امين هو اللي هيمسك الملعب النبادي المره دي، عفوا. وادي ايهاب لابو النصر،
مستني السكرين. عمر طارق لاحمد مهيب، واحد من الانتقالات الجديده اللي جايه من النادي الاهلي هذا الموسم، وتخبط في رجله وتطلع اوت سايد لصالح نادي الزمالك. 4:39 لسه السبع نقاط فارق 28-21 لصالح نادي الزمالك. النادي الاهلي في هذا الكوارتر ارتكب خطأين وشاط شوطين 3 بوينت وما جوش. الزمالك شايط 4 شوطات 3 بوينت في هذا الكوارتر، جايب شوطه واحده. عمر هشام اوفنسيف فاول على عمر هشام، عمله بذكاء شديد احمد مهيب ونجح في انه ياخد اوتسايد، وخرج احمد حمدي رقم 33 ونزل اليكس يونج اللاعب الامريكي المحترف في سجون النادي الاهلي. وكيجو هيدخل وهيخرج محمد مصطفى من نادي الزمالك. ايهاب امين هو اللي بيلعب دلوقتي البوينت جارد، ايهاب مع عمر هشام، نجح انه ياخد فاول من عمر هشام و اوتسايد لصالح نادي الاهلي. تغيير تاني، اسلام سالم هيدخل من الزمالك ويخرج هيثم سحارتي. وادي اوتسايد للنادي الاهلي، كده توتال فاولات على الاهلي والزمالك كل واحد فيهم عامل فاولين. 4:25 ايهاب امين، وصل ايهاب لكن قدام مين؟ قدام انس. انس بيعمل بلوك ويطلع على طول عمر هشام اللي بيسلم لاسلام سالم تحت كيجو، قعدته فاضي بيشوط ما بيجيبش، بيسلم على طول ايهاب امين بعد ما يلم عمر طارق. ايهاب بيطلب سكرين من اليكسيون، ايهاب الناحيه الثانيه لمهيب، ابو النصر فاضي تحت الباسكت ليه عمر طارق لابو النصر لمهيب، اوبن شوت 3 بوينت شوت ما جابش، لم كيجو من الزمالك لكن خطا شخصي بيرتكبه اليكس يونج على نادي الاهلي، واوتسايد لصالح نادي الزمالك، وتايم اوت يطلبه بوجستي المدير الفني الاسباني لنادي الزمالك. افكر اعزائي المشاهدين تايم 3:53 لسه الاهلي داخل والزمالك داخلين في دقيقه ونص تقريبا، ما سجلوش اي حاجه لتظل النتيجه 28-21 لصالح الزمالك. الكرة في ايدينا كتير، ينقلوا الكرة، ينقلوا الكرة، حتى لما بنيجي نلعب بنلعبها بالسجر واحد ولا حتى في نص السجر. وبعدين احنا جبنا الباسكت، احنا بنجيب الباسكت من هنا من خمسة، هننزل الكرة الخمسة ونتحرك عليه سكرينة واحدة. ها لو عندك الناس كلها بتاع عمر واعمل تاني اجين بعد اعداد او لقطات المباراه وانتهت التايم اوت اللي طلبوا بس النادي الاهلي في الشوط الاول شوط 7 3 بوينت لم يتم تسجيل ولا واحده. الزمالك شوط 7 3 بوينت نجح في تسجيل 3، ده في الشوط الاول او الكوارتر الاول. اما في الكوارتر الثاني الاهلي شوط لغايه دلوقتي 3 شوطات 3 بوينت لم ينجح في تسجيل ولا واحده، اما الزمالك شوط 4 3 بوينت نجح في تسجيل ثلاثيه واحده. نادي الزمالك يستحوذ على الكرة، وادي انس وسام قاطع ولوحده خالص من الميدل وبينجح في تسجيل نقطتين يوسع بيهم الفارق، اول نقطتين كده من دقيقتين تقريبا. وادي ايهاب امين 30-21 تسع نقاط فارق لصالح نادي الزمالك. احمد مهيب ابو النصر بيطلب سكرين، جاله عمر طارق وعمل له سكرين ابو النصر واختراقات ابو النصر، يسلم لعمر طارق من بعيد، عمر طارق يشوط السيمي هوك لكن على طول اسلام سالم ما بتجيش، واسلام سالم هو اللي بيلم، والتر هوج بيلعب تحت الباسكت،
يقطع ويعمل السيل ايهاب امين ويروح فص بريك 3 على 2 هيقف ويشوط ولا يسلم لمهيب، مهيب شوت 3 بوينت مهيب، يا اول 3 بوينت يسجلها النادي الاهلي. 3 بونت يضيق الفرق الى 6 نقاط. انس اسامه، اسلام سالم من الزمالك، مصطفى كيجو لوالتر هوج، والتر مع مهيب يتعمل له سكرين يقف، مين هنا في الريباوند يطلع ليه عمر هشام، يشوط عمر هشام ما بتجيش، يجري على طول فاست بريك ابو النصر ليونج يقف يشوط، يونج صغير انه بادي، يونج شوت ما جاتش، لم الزمالك والتر هوج. انس اسامه بيطلع كيك اوت لعمر هشام، انس لهوج شوت هوج 3 بوينت هوج ما جاتش. اسامة باسكت لي اليكس يون، وده الفرق الى 4 نقاط 30-26 لصالح نادي الزمالك. دقيقة 53 ثانية. وتراي تراي من الزمالك ما بتجيش، كيجو ودفاع قوي لكن هنا قطع شخصي على إيهاب أمين لصالح مصطفى كيجو برميتين حرتين والنتيجة 30-26 لصالح نادي الزمالك. دقيقة 41 ثانية، خرج عمر هشام من الزمالك، نزل كريم دهشان ورميتين حرتين لمصطفى كيجو على التنفيذ. في تغيير هيحصل في صفوف الأهلي دلوقتي، ودقيقة 41 ثانية تاني أقول النتيجة 26-30 لصالح الزمالك. دقيقة 41 ثانية، كيجو على التنفيذ الرمية الحرة الأولى بينجح في التسجيل، وحصل تغيير، هيحصل تغيير دلوقتي. احمد مهيب او عفوا احمد مهيب هيخرج وينزل عمر طارق. الرمية الحرة الثانية، كيجو ينجح في تسجيل الرمية الحرة الثانية، يوسع الفارق إلى 6 نقاط 32-26 إيهاب أمين. ما كانش شايفه عمر طارق، ما كانش شايفه، وصل عمر طارق كده لكن ما كانش شايف عمر طارق. دقيقة 32 ثانية 32-26 بصات كده يعني، غلطات كده، سهوة كده يعني، يعني مش عارف. يلا هارد لك نعوض يا شباب. ادي الكرة مع الزمالك والتر هوج، والتر لأنس أسامة، والتر تاني سكرين من كيجو لكن والتر راح عكس السكرين وراح ووصل عمر طارق، عمل له جود ديفنس، يسلم أليكس يونج الفاص بريك، أليكس واحد على واحد بشماله ما تجيش النبادي، وإسلام سالم يقف على ملعبه ويهدى مستني يطلع الباص، أنس أسامة وصل، أنس عدى أنس على عمر طارق خطف بإيهاب أمين حلو قوي الستيل وطلع أوت سايد لصالح نادي. دقيقة 8 ثواني 32 زمالك 26 الأهلي، دقيقة 8 ثواني على انتهاء الكوارتر الثاني. أوت سايد للزمالك، توتال فاولات على الأهلي 4 على الزمالك 2، أي فاول على الأهلي برميتين حرتين. وادي كيجو اوبن شوت، كيجو 3 بوينت كيجو ما بتجيش، لما على طول أليكسيون يطلع ملعبه سلم ليه إيهاب أمين، إيهاب لأبو النصر اوبن شوت أبو النصر، أبو النصر أبو النصر أبو النصر 3 بوينت أبو النصر، ينجح في تسجيل 3 نقاط يضيق الفرق إلى 3 نقاط، فاضل 45 ثانية على انتهاء الكوارتر الثاني، ثلاثية أبو النصر تضيق الفرق إلى 3 نقاط. كريم دهشان لكيجو مع عمر طارق قفلوا البيز لاين، قطع إيهاب أمين في السكة حلوة قوي يا إيهاب، والديفنس يعود النادي الاهلي مره ثانيه، والتايم اوت اللي بدل مين؟ طلبه مستر او كوتش اوجستي المدير الفني الاسباني لنادي الزمالك عشان تصبح النتيجه دلوقتي 32 زمالك 29 الاهلي، 33 ثانيه
جزئين من الثانيه ونسمع تعليمات كابتن اشرف وفيه في التايم اوت. يطلع كوره، الكوره كانت عند بورت اربعه واحد، سيب الكوره وامشي اربعه واحد يا جماعه اربعه واسمع نتحرك نتحرك كده وبعدين اربعه ياخد النص يطلع دروب عليك مش عايز مش نون صوت اوكي فوت فوت اوكي احنا دلوقتي الفيلز احنا جاي ست ثواني ست ثواني حمدي حمدي انزل حمدي انزل اوكي لسن في ال على حمدي حمدي في ال العبد من ثلاثة من ثلاثة عمرو هيجي على على روح له يلا 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 انتهى التايم اوت، ست ثواني على زمن انتهاء الهجمه لنادي الزمالك. تاني افكر اعزائي المشاهدين وزمايلنا في الاستوديو كابتن هيثم وكابتن نبيل وكابتن كريم ضيف، سلامي اليكم من اسماعيليه البلد الجميله ومعشوقه للجمال ومنورين الاستوديو كالعاده طبعا. وست ثواني على انتهاء زمن الهجمه والكرة ما زملكاوية، والتر هوج هيطلع لأنس أسامة لوحده، سيمي هوك نجح في تسجيل نقطتين، 30 ثانية على انتهاء الكوارتر الثاني، إيهاب أمين هيفنش الأهلي إزاي؟ 20 ثانية على انتهاء الكوارتر الثاني، عمرو الجندي بيعدي عمرو، وصل عمرو علق لمهيب لحمدي عفوا لكن تتخطف منه وأنس أسامة يهدى على ملعبه، 9 ثواني خمس ثواني، كيجو ينجح في تسجيل نقطتين بضن عشان يوسع الفرق 36 29 وتنتهي معها احداث الفتره الثانيه بتقدم الزمالك 36 29. راحه ما بين الكوارترين على ان نلتقي بكم اعزائي المشاهدين في بدايه احداث الفتره الثالثه. لكم مني ارق التحيات والتمنيات الطيبه، كنت معكم احمد مناع والى الاستوديو والزميل العزيز الكابتن هيثم سعيد. سر انك تلعب الكلام ده، سر انك تلعب الكلام ده. ده مشاهدي ومتابعي ومحبي قناه الاهلي في كل مكان، معلقكم الرياضي احمد مناع يحييكم مره اخرى من صاله هيئه قناه السويس. السويس ومباراة كرة السلة وديربي من ديربيات كرة السلة ما بين الأهلي وما بين الزمالك. أحب أفكر الناس اللي لسه متابعينا، انتهى الشوط الأول بتقدم الزمالك 21-13، أما الشوط الثاني تقدم نادي الزمالك فرق 7 نقاط أيضا حافظ على تقدمه 36-29 وبداية أحداث الفترة الثالثة. اللاين أب لنادي الاهلي مودي الجرحي محمد ابو النصر عمرو جندي واليكس يونج وعمر طارق، اما نادي الزمالك والحياز التبادليه فولتر هوج اسلام سالم كيجو انس اسامه وعمر هشام. كابتن منشاوي حكمنا حكم هذه المباراه، يعاونه في التحكيم كابتن محمود ابراهيم وكابتن تامر يحيى. على بركه الله نبدا احداث الفتره الثالثه والكوارتر الثالث والمراجعه على ترابيزة الحكام من كابتن وليد الخراط اداري الدرجة الأولى بالنادي الأهلي. والحيازة التبادلية زي ما احنا شايفين لحضراتكم لصالح نادي الزمالك. نادي الأهلي في الكوارتر الأول هقول لكم بعض الإحصائيات سريعة كده. طيب نبدا المباراه، عمر هشام حارس الزمالك ومعاه مودي الجرحي، مصطفى كيجو بيحاول يهوش عدى وصل نجح في تسجيل اول نقطتين من نقاط الكوارتر الثالث. كده النادي الاهلي ونادي الزمالك في الكوارتر الاول والثاني شايطين 13 3 بوينت، الاهلي سجل منهم 2 والزمالك سجل منهم 4. اليكس يون بنتريشن اليكس وصل لكن بلوك من انس اسامه لوالتر هوج على طول بيجري على الفاست بريك، لسه اليكس ما رجعش، سلم انس اسامه يقلب الناحيه الثانيه لعمر هشام تحت الباسكت لكيجو يقطع ابو النصر وستيل حلو من ابو النصر يسلم لمودي الجرحي، مودي
مركز صانع الالعاب، مركز واحد، كابتانو النادي الاهلي لالكسيون، عمرو الجندي، والتر هودج معاه، عمرو حاول يتخلص من رقابته، لسه عمرو يستخدم جسمه والباك شوت وينجح في تسجيل نقطتين 38-31 لصالح نادي الزمالك، لسه فارق السبع نقاط، 8 دقائق 54 ثانية على انتهاء الكوارتر الثالث، وسيف سمير شايفه في التحضير هينزل اعتقد مكان مين هنشوف دلوقتي، خلينا في الماتش، مصطفى كيجو، كيجو مع عمر طارق، ارفع ايدك يا عمر، وصل بلوك يا عمر، نجح عمر وارتكب اسلام سالم رقم 9 خطا شخصي على عمر طارق لصالح النادي الاهلي. خرج عمر طارق ونزل سيف سمير، واحد من نجوم الموسم الماضي، واحد من العناصر المؤثره في بدايه هذا الموسم والموسم الماضي، خبره وعنصر مهم جدا داخل النادي الاهلي. مودي الجرحي لالكسيون اللي طلب مودي الجرحي، ما فيش منه حاجه، عمرو يحاول يخترق، وادي الشوطه الثانيه ونجاح في تسجيل اربع نقاط في اقل من دقيقه، عمر هشام ده الفارق الى خمس نقاط 38-33، 8 دقائق 10 ثواني على انتهاء الكوارتر الثالث، اسلام سالم، عمودي الجرحي، سيف، عفوا انس اسامه، طلع انس اسامه كيك اوت لعمر هشام اللي بيشوط 3 بوينت ما بتجيش، روح يلم النادي الاهلي ابو النصر، اهدى على ملعب ابو النصر، سلم لالكسيون اللي بيحاول يخترق ووصل، حط جسمه كويس، نجح انه ياخد فاول على انس اسامه ورميتين حرتين الكسيون، دي الفرق الى خمس نقاط لصالح نادي الزمالك، بادئ النادي الاهلي باربع نقاط، بادئ نادي الزمالك بنقطتين وثلاثيه لم يستطع عمر هشام تسجيلها، الكسيون والرميه الحره الاولى لم ينجح في التسجيل، على شويه اليكس، اليكس وادي الرميه الحره الثانيه، الكسيون بينجح في التسجيل، يضيق الفرق الى اربع نقاط، والتر هوتش بيبدلوا عليه زي ترابات كده، وادي كيجو لعمر هشام، عمر كيجو بيحاول ياخد بوزيشن تحت الباسكت لكن سيف سمير ارتكب خطا شخصي على سيف سمير، وادي حتى يعني الرياكشن باين على كابتن اشرف توفيق، يعني زي ما بيقول كده بلغه الباسكت سيلي فاول، او يعني فاول مش في محله، عامة ولا يهمك يا سيف العب، وادي والتر هوج يطلع لعمر هشام لكيجو، والتر يهوش، والتر يسلم لكيجو اللي بيخترق وبينجح في تسجيل نقطتين، يوسع الفرق الى ست نقاط 34-40، 7 دقائق 25 ثانيه على انتهاء الكوارتر الثالث، مودي الجرحي يسلم لاليكس، وادي عمرو الجندي اللي ابتدى يشتغل، عمرو ليون، ليون جول بريتريشن بيزق من الميدل وينجح في الوصول لكن ما بينجحش في التسجيل، يسلم كيجو لعمر هشام على طول الفص بريك ويوصل عمر وينجح في تسجيل نقطتين، يوسع الفارق الى 8 نقاط، عمرو الجندي وسكرين من سيف، عمرو يوصل، عمرو ينجح لكن الكره تخش وتطلع وخطا شخصي على عمر هشام رقم 4 من نادي الزمالك، ورميتين حرتين لعمرو الجندي. الرميه الاولى الحره عمرو ينجح في التسجيل، ده الفرق الى سبع نقاط تاني اللي بدانا بيهم الكوارتر الثالث، وادي عمرو الجندي على تنفيذ الرميه الحره الثانيه ما بينجحش في التسجيل، والتر هوج على طول اللي بيلم ديفنسيف ريباوند وتراب بالنادي الاهلي على والتر هوج، سلم على طول لعمر هشام قبل الثمان ثواني، عدى طلب سكرين من انس اسامه، يعطل على طول سيف ويرجع على المان بتاعه لكن عمر هشام وصل ومعاه مودي الجرحي، ومودي الجرحي ارتكب خطا شخصي ضد عمر هشام بيستوجب رميتين حرتين، ست دقائق 32 ثانيه، الزمالك 42-35 الاهلي. عمر هشام عرض تنفيذ رميتين
الرمية الحرة الأولى قصيرة ما بينجحش في التسجيل. والرمية الحرة الثانية نجح في التسجيل يوسع الفارق إلى 8 نقاط. أبو النصر مودي الجرحي بوزيشن 1 مودي مع هودج سلم ليون أليكس عايز يعدي تتخطف منه وتروح لنادي الزمالك توصل عند عمر هشام اللي بيطلع لكيجو واسيست ودنك على طول لكيجو في نقطتين كمان لنادي الزمالك يوسع الفارق الى 10 نقاط. سيف سمير لأليكس مودي الجرحي لابو النصر ابو النصر لمودي سلم لسيف شوف واخد بوزيشن 3 ثواني على 24 ثانية ويقلب لابو النصر اسيست حلو وينجح في تسجيل نقطتين. ابو النصر ده الفرق الى 8 نقاط وكيجو اوبن شوت كيجو شوت كيجو ما بينجحش في التسجيل. انس اسامه على الديفنسيف الاوفنسيف ريباوند لكن تخبط في ايده وتطلع اوت سايد لصالح النادي الاهلي. يضيق الفرق تاني الى 8 نقاط. كريم دهشان بيدخل من الزمالك يخرج عمر هشام وادي مودي الجرحي 5 دقايق 30 ثانية على انتهاء الكوارتر الثالث. وادي بساط والهاند اوف كده عمرو الجندي اللي بيخترق لكن ما بتحس بفاول على اسلام سالم بوشنج زي ما الكابتن شناوي شاور واوت سايد لصالح النادي الاهلي. ده الفاول الرابع الثالث على عمر هشام والرابع توتال على نادي الزمالك. اي خطا شخصي على نادي الزمالك بعد كده برميتين حرتين. نرجع للمباراه عمرو الجندي بيحاول يعدي عدى فعلا طلع لمودي الجرحي ثلاثات مودي ثلاثات مودي ما بتجيبش لم يا سيف فعلا نجح سيف انه لم الديفنسيف ريباوند الاوفنسيف ريباوند. وادي عمر طارق مع والتر هودج وجد الزمن الهجمه لكن والتر هنا بيرتكب خطا شخصي على عمرو على عمرو الجندي برميتين حرتين لصالح النادي الاهلي. رميتين ولا تو شوتس يا كابتن تامر؟ لا فعلا تو شوتس شاور فعلا كابتن شو عدله رميتين حرتين لصالح النادي الاهلي. نقاش ما بين والتر هودج كده وكابتن منشاوي وعمرو الجندي رميتين حرتين 5 دقايق وثانية على انتهاء الكوارتر الثالث. عمرو الجندي سجل اول فري ثرو او فاول شوتنج 38-45 8 بونت فارق. ايهاب امين بيسخن انا شايف من هنا وادي الرميه الثانيه ما بتجيش يلم ابو النصر على الاوفنسيف ريباوند. يون أليكس يون أليكس واحد على واحد يوصل وصل أليكس سجل أليكس نقطتين يضيق الفرق إلى 5 نقاط يضغط النادي الأهلي. فين الصحوة دي من بدري؟ إسلام سالم عمرو الجندي معاه عمرو وإسلام إسلام عدى إسلام طلع له كريم الدهشان شوت 3 بوينت كريم نجح في التسجيل. كريم الدهشان 3 نقاط يوسع الفرق إلى 8 نقاط تاني. الثلاثية للدهشان لابو النصر مودي الجرح ابو النصر سيف سمير تحت الباسكت يحاول عليها توصل لمودي قلب الناحية الثانية لعمرو الجندي لابو النصر اوبن شوت ابو النصر شوت ابو النصر نجح في تسجيل 3 نقاط محمد ابو النصر 3 نقاط بيرد على طول وده الفرق الثاني الى 5 نقاط. ابو النصر هولت والتر هودج بتضغط عليه والكره تطلع منه قوي اوت سايد لصالح النادي الاهلي وجود ديفنس للنادي الاهلي. الصحوه بدات للنادي الاهلي في صفره كده هنعرف سببها ايه. تنشيف فرضيه الملعب لو الكاميرا كده جت على كابتن محمود ناحيه كابتن اشرف اللي بينشف ارضيه الملعب. ايوه وادي تعليمات من ابراهيم الجمال تاني اذكر اعزائي المشاهدين 48-43 لصالح الزمالك 3 دقائق 58 ثانية
على انتهاء الكوارتر الثالث. الاهلي يعلن عن نفسه في هذا الكوارتر يعني. بس لسه وادي اليكسيون قطع تحت الباسكت واحد ووصل اليكس شوت اليكس سيمي هوك ويكمل سيف من فوق لفوق يدقق الفرق الى 3 نقاط. وادي انس اسامه من الزمالك يروح ووصل نجح في تسجيل نقطتين. انس من فوق لفوق يستغل طول قامته وطول دراعاته. مودي الجرحي معاه كريم الدهشان زملاء سابقين في الاهلي. انتقل الدهشان الى الزمالك. اليكسيون عمرو الجندي عمرو سكرين من سيف عمل له سكرين اختراقات عمرو الجندي ابو النصر والبنتريشن بتاعته والكيك اوت ثلاثايه. اليكسيون 3 بوينت اليكسيون يدعي الفرق الى 50. ده في غلط في السكور، في غلط في السكور. 5 بونت لا ده باسكت للزمالك، باسكت للزمالك وفاول وخطا شخصي على مودي الجرحي او عفوا على سيف سمير. في خطا عندي في السكور. كده اتعدل، ده كده بعد التعديل 254 ثانية. نجح اليكس يونج في تسجيل تلاتاية يضايق بيها الفرق الى باسكت، والخطا الشخصي الثاني على نادي على سيف سمير والثالث على النادي الاهلي. واليكس اسامه على تنفيذ الرميتين الحرتين ما بينجحش في تسجيل رميه الحره. انس اسامه لاعب نادي الزمالك ومنتخبنا الوطني والرميه الحره الثانيه انس اسامه 254 ثانيه. نجح الاهلي في تبديل الفرق الى باسكت ما بينجحش. يلم سيف هايل سيف مودي الجرحي 250 ثانية على انتهاء الكوارتر الثالث. مودي ثلاثات مودي ثلاثات مودي لكن بعيدة مش حلوة. يطلع على طول انس اسامة هو اللي بيجري بالملعب، يطلع لوالتر هوج لكريم دهشان مصطفى كيجو اضغط عليها سيف اضغط عليها سيف اضغط عليها سيف ما تديلوش مساحة. كيجو لعب والسيمي هوك لكن سيف في منتهى الفدائية يلم الريباوند يسلم لمودي اجري يا مودي. مودي والفاست بريك. ابو النصر فاضي لأليكس، أليكس واختراقات أليكس، ثلاثات أليكس، ثلاثات أليكس، ثلاثات أليكس، أليكس وأول تقدم للنادي الأهلي، أول تقدم للنادي الأهلي في الكوارتر الثالث. فاضل دقيقتين 15 ثانية، تايم أوت يطلبه جسدي المدير الفني لنادي الزمالك عشان يوقف ويقدر يحل شفرة النادي الأهلي الهجومية والدفاعية. فدائية سيف سمير في هذه الكرة ملحمة والفاست بريك يطلع، لكن بصوا على اليكس ومهارات اليكس. عايزكم تبصوا على اليكس هنا اللعبه دي. بصوا دي بلاي اوف ذا داي بقى، دي بلاي اوف ذا داي، دي بلاي اوف ذا داي. اليكس يونج واول تقدم للنادي الاهلي. نسمع التعليمات مع الكابتن اشرف توفيق. كويس يا مصر كده الفيدريشن مكيك او ده مهم جدا لان انس دايما انس مع مين؟ انس بيبقى صائد واخد بالك؟ ليسن اليكس افري تايم يو هاف درايف انس از هيلب اليكس از هيلب يو هاف تو باس ذا بول فروم يور هاند اوت اور ان اوكي ولازم تبان له يا عمر احنا الاثنين اوكي؟ اوكي؟ على الكوتش كابتن انس باول بلايه خد الخطوه لقدام انتهاء التايم اوت واول تقدم في المباراه للنادي الاهلي 51 زمالك 50. دقيقتين 15 ثانيه بعد العاب المباراه. الاسيست حلوه قوي من سيف سمير ل ابو النصر والتر هوتش والكره الزملكاوية. وادي واحدة بالثلاثات. الأهلي في الكوارتر ده شايط 4 3 بوينت جايب 2. الزمالك شايط 3 جايب 1. ويضغط الأهلي. يقفل يحاول يقفل على مفتاح لعب الأهم لنادي الزمالك والتر هوتش. أحمد حاتم نزل دلوقتي من الزمالك. وادي واحد تاني بيتقفل عليه مصطفى كيجو دفاع قوي والتر هوتش. ويطلع الكورة يخطف اليكس يونج والفاست بريك 2-1 اليكس وعمر الجندي. اليكس علق والفاول مش عايز ضنك. انا مش عايز ضنك كمل واحط باسكت عادي مش وقت ضنكات. وادي تقدم تاني للنادي الاهلي بثلاث نقاط.
53 50 يتفوق الاهلي او يتقدم الاهلي. خلينا ندي كل حاجه حقها. احمد حاتم لمحمد مصطفى اللي نزل بعد التايم اوت، خطا شخصي على اليكس يونغ، الخطا الثالث على اليكس يونغ، الخطا الثالث على اليكس يونغ. ايهاب امين على طول، كابتن اشرف على طول هيبدله، ايهاب امين على طول هينزل مكانه. فعلا زي ما قلت لحضراتكم، دخل ايهاب امين زي ما احنا شايفين في الصوره، خرج اليكس يونغ اللي ادى الكوارتر ده حلو قوي. دقيقه 36 ثانيه على الكوارتر الثالث، 3 بونت للنادي الاهلي، 53 50. والتر هوتش خلي بالنا من الراجل ده، والبلوك حلو قوي من ايهاب امين، وياخد الكوره ويلم ويروح. اهدى ايهاب، واحد على ثلاثه، سلم محمد الجندي لمودي الجرحي، يهدى على ملعبه مودي، يطلب اللعبه. ايهاب امين يحاول يخترق، وصل نجح، فاول على احمد حاتم، رميتين حرتين لايهاب امين. ورميتين حرتين لايهاب امين. بعد ما اخترق، يعني انا مش عارف ده ان سبورتس مان ولا ايه، مش ولا ده فاول عادي وهم لسه بيتجمعوا، ولكن ايهاب امين سجل الرميه الحره الاولى. لا ده مش ان سبورتس مان، لان هم كان شكلهم كانوا بره الثلاثة بونت، فالواحد اتلخبط. وادي ايهاب امين الرميه الحره الثانيه، يأكد على تفوق الاهلي بخمس نقاط. دقيقة 13 ثانية على انتهاء الكوارتر الثالث، يضغط النادي الاهلي، يهوش احمد حاتم ويسلم لكيجو، كيجو من الزمالك بيحاول يلعب، اتقفل عليه كريم دهشان وسكرين من كيجو، يخطف مودي، توصل لسيف سمير اللي يسلم لمودي والفص بريك، يهدى مودي، استنى المساندة، عمرو الجندي، ثلاثات الجندي، ثلاثات الجندي، ما جاتش يا جندي، هارد لك يا جندي، رجعت بتثبت الكوره. لكن هنا في لازم يقف عشان ابو النصر تقريبا اصيب في خبطه كده او كدمه في الرقبه. سلامات لابو النصر، سلامات على فكره كل لعيبتنا، مش عشان انت اهلاوي ولا زملكاوي، لا كل لعيبتنا دول اخواتنا واصحابنا، التنافس داخل الملعب فقط لا غير. لكن لو لا قدر الله بعد الف شر عن اي لعيب في الزمالك، برضه هنقول له سلامات ونتمنى له كل خير وسلامه، لان كل الناس دي اللي في الملعب ده تنافس داخل الملعب فقط وليس له علاقه بالخارج. الخارج احنا اصحاب جدا وحبايب جدا 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 جدا. سلامات لكل لاعبينا طبعا، وابو النصر قام، سلامات لابو النصر. والكوره لصالح نادي الزمالك، 47 ثانيه 8 اجزاء من الثانيه، ما زال الاهلي متقدم بخمس نقاط 55 50. احمد حاتم يعدي يسلم لهوتش، هوتش لكريم الدهشان في البيزاين، وقف ميديم شوت، شوت نجح في تسجيل نقطتين، طلع النادي الاهلي على طول. اخر 32 ثانيه من احداث الفتره الثالثه او الكوارتر الثالث لايهاب امين. ايهاب عمرو الجندي والباك بيفوت الحلو، وصل قدام كيجو، شوت نجح في تسجيل نقطتين. لسه يا عمرو، رجع النادي الاهلي تؤكد تفوقه تاني. اخر 13 ثانيه على انتهاء الكوارتر الثالث، دلوقتي هيعمل ايه؟ هيوسع لهوتش عشان يشوط 3 بوينت، لكن ادى لاحمد حاتم، احمد حاتم شاط 3 بوينت ما بتجيش، الريباوند عند مين؟ عند سيف سمير اللي بيطلع ليه؟ عمرو الجندي، وثلاثات عمرو الجندي الاخيره، عمرو الجندي في اللحظه الثانيه الاخيره للكوارتر الثالث ينجح في تسجيل ثلاثايه يأكد بيها تفوق الاهلي بثمان نقاط على منافسه التقليدي نادي الزمالك. عمرو الجندي يعلن عن وجوده، عمرو الجندي يعلن عن وجوده بهذا التأكد والتفوق وهذه الثلاثيه. نسمع كابتن اشرف توفيق، دي هي اللعبه هي الاخرانيه. يا سلام، بشكر مخرجنا على اللعبه دي، بشكر مخرجنا على اللعبه دي. نسمع كابتن اشرف هيقول ايه. لا اقول لحضراتكم 60 الاهلي 52 الزمالك. كوره معانا، ها اول هجمه معانا. مصر مش عايزك تريح ثانيه مع الواد ده، تعبت. تقول لي ابو النصر، ها كويس ليك. تعالى يا مصر، بص يا بابا، بص يا بابا، عايزك الراجل ده لما بياخد الكوره لازم بوش هيم رايت، بوش هيم
لازم بوش يم رايت، ما تودهوش على ايده الشمال، واخد بالك؟ دي حاجة مهمة جدا جدا جدا. حاجة تانية عايزين نهتم، عايزين نهتم بالدهشة دي، خمسة بونت ورا بعض، فاللي بيعمل هيلب يا مودي ما تعملش اوفر هيلب، ما تعملش اوفر هيلب خالص يا كوتش. استنى، اسمع، احنا في التشكيل ده وي هاف تو بلاي سبوت، واحنا كده أربعة صايرين وي هاف تو بلاي سبوت. بس انا بتكلم يا جماعه، صبر شويه، انا كلكم بتعملوها هاند اوف، انا عايز باص جارد، باص وكات، جارد وينج، باص ريبليس مع الباصه الثانيه، مع الباصه الثانيه ممكن تيجي تعمل بيك مع الباصه الثانيه، اوكي؟ مع الباصه الثانيه ايه من الجارد نرجع تاني اعزائي المشاهدين لاحداث الفصل الاخير من الكوارتر الرابع. نرجع تاني اعزائي المشاهدين لاحداث الفتره الرابعه والفصل الاخير من احداث هذه المباراه وديربي كره السله بين الاهلي والزمالك والحيازه التبادليه لصالح النادي الاهلي. النتيجه 60 الاهلي 52 الزمالك. وادي عمرو الجندي بيعدي تالق في بدايه احداث الفتره الثالثه. ابو النصر واحد من نجوم هذا اللقاء بيعدي، لكن كريم دهشان مش سايب سكرين من عفاضيل اللي نزل ووصل ابو النصر، نجح ابو النصر في انه ياخد فاول على مصطفى كيجو ورميتين حرتين. اقول لحضراتكم لاين اب للنادي الاهلي، ابو النصر مدير جرح عفاضيل، انا عمرو الجندي و ايهاب امين، اما نادي الزمالك محمد مصطفى، احمد حاتم، مصطفى كيجو، والتر هوج، وكريم دهشان. واول نقطه في بدايه احداث الفتره الرابعه ابو النصر ما بينجحش في تسجيل الرميه الحره الثانيه، يلم احمد حاتم اللي بيسلم الوج سريع هوج، لكن السيل حلو من ايهاب امين وفص بليك 3-1، وعمرو الجندي يعلن عن نفسه مره ثانيه رجل المواقف الحاسمه بنقطتين كمان. 63 الاهلي 52 زمالك، 9 دقائق 37 ثانيه على انتهاء احداث الفتره الرابعه والمباراه. وادي الرمية الحرة الإضافية أو الأند وان، الرمية الحرة الإضافية والأند وان لصالح عمرو الجندي. 63-52 وينجح في تسجيل الرمية الحرة الإضافية. 64-52، 9 دقائق 30 ثانية على انتهاء الكوارتر الرابع والمباراة. أحمد حاتم من الزمالك بيدور على كريم دهشان، دفاع قوي من النادي الاهلي، محمد مصطفى لحاتم تاني، بيعمل سكرين لحاتم، بيعطل عمرو الجندي، بيسلم لهوج، هوج ومعاه ابو النصر، والتراب هنا بيحصل، مودي الجرح بيحاول يخطف من كيجو، كيجو تراي على الباسكت، بيحاول تاني، ما بتجيش، ايهاب امين بيلم، ديفنسيف ريباوند، هاي ايهاب، سلم لمودي، مودي بيجري، يهدى على الملعب، بيسلم لبوب، ايهاب امين، مودي الجرحي، عمرو الجندي، سكرين من عفاضيل، عمرو لا الطريق فاضي، رجع تاني بكلام ودى لمودي الجرحي. سكرين اخر 5 ثواني في 24 ثانية لعمرو الجندي من بعيد يا عمرو، من بعيد يا عمرو، يا سلام يا عمرو، يا سلام يا عمرو، 3 عمرو، نجح عمرو في تسجيل 3 ثانية. عمرو الجندي يوسع الفارق 67-52 لصالح النادي الأهلي. 8 دقايق 49 ثانية المدير الفني الأسباني كوتش أوجستي يطلب تايم أوت لإيقاف تفوق الأهلي. أول 3 دقايق في أحداث هذا الكوارتر ينجح عمرو الجندي في تسجيل. نسمع التعليمات من كابتن أشرف ونرجع لحضراتكم تاني. ما انا لازم انا بتكلم يا جماعه، يو هاف تو
جيت فري باص قط ريبليس عايز موف 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 بعدين اطلب السكرين بول على فكره ثانيه قوي يعني ها اطلب السكرين بول بس مش من اول كوره معايا مع الباص والقط هيحصل ان استابلش الديفنس هتقدر تخش بالنقطه دي كده وانت داخل كلاب روح على الزمان جندي وانت داخل لو انا لعب هيبقى في واقف تحت الحلقه يبقى ها اي كيو بقى بيبقى شوف لنا ليسن هيضغط اثنين بيطلع الكوره اربعه واحد اجندي اربعه واحد اثنين بص يا جندي تعال هنا انتهى الدايم اوت واللاين اب للزمالك اللي نزل دلوقتي هيثم السحارتي والتر هوج احمد حاتم كريم دهشان ده اللاين اب للزمالك اما للاهلي مودي الجرحي ايهاب امين محمد ابو النصر عمرو الجندي وعبد الفضيل ودي بعض اعادات المباراه ادي الكره اللي شاطها عمرو الجندي وطلب بعدها تايم اوت على طول بتلقى التحيه من مودي وايهاب امين يضغط النادي الاهلي عايز ياكل تفوقه والتر هوج ودفاعات كان هيخطف ايهاب امين لسه بيعطل حاول يخطف عمل الستيل لحق الكوره وصلت لعمرو عمرو بجسمه ياخدها وينجح في انه ياخد فاول ويتالق ايهاب امين في هذا الستيل وعمرو الجندي بخطا شخصي ينجح انه ياخد الكوره لصالح النادي الاهلي توتال فاولات على نادي الزمالك 3 67 اهلي 52 زمالك 8 دقائق 39 ثانيه ورميتين حرتين ليه عمرو الجندي والخطا الشخصي على كريم دهشان من لاعب الزمالك رقم 8 عمرو الجندي ينجح في تسجيل الرميه الحره الاولى 52 68 والرميه الحره الثانيه عمرو الجندي ينجح ايضا في التسجيل يخرج مودي الجرحي وينزل محمد بوتي مصطفى الصغير في تبديله كده لراحة مودي الجرحي والتر هوج استلمه محمد مصطفى يسلم لحيث السحارتي لاحمد حاتم هو اللي هيطلع بالملعب دلوقتي مع مودي يضغط الاهلي يسلم لكريم دهشان كيجو تحت الباسكت انا اسامه مصر في الملعب كيجو مع فضيل قوتين لكن خطا شخصي على عبد الفضيل ورميتين حرتين يستعجل الكابتن اشرف توفيق على هذا الفاول لكن هو خطا شخصي خلاص ورميتين حرتين فعلا لكيجو وادي كيجو على الرميه الحره الاولى ينجح في التسجيل فعلا مستر اوجستي طلب انس اسامه في التسجيل دلوقتي وادي كيجو على الرميه الحره الثانيه بينجح في التسجيل هيخرج مين؟ هيخرج كريم دهشان تسع الفارق الى 15 نقطه 54 69 لصالح النادي الاهلي لسه بدري 8 دقائق 20 ثانيه على انتهاء الكوارتر الرابع والمباراه زون ديفنس نادي الزمالك الاهلي بيلعب على الزون عمرو الجندي ايهاب امين محمد مصطفى يسلم لعبد الفضيل تحت الباسكت اللي بيلف ويطلع لمحمد مصطفى والشوط مودي محمد مصطفى ينجح في تسجيل ثلاث ايه الثانيه في هذا الكوارتر يوسع الفرق 72 54 سبع دقائق 56 ثانيه الحماس هنا متزايد يا كابتن هيثم وادي باصه حلوه من انس اسامه اللي بيباصيها والاسيست حلو لكيجو وينجح في تسجيل نقطتين ده الفارق 56 72 والشد الحماس والاثاره في الملعب المباراه ما بين ديربي الاهلي والزمالك ابو النصر بالاهلي ايهاب امين ابو النصر تاني محمد مصطفى انس اسامه بيقطع ويرتكب مودي خطا شخصي على نادي الزمالك اوتسايد وتغيير في صفوف الزمالك هيخرج احمد حاتم وينزل عمر هشام يجري تغييرات كده وادي الثلاثه بتاعت محمد مصطفى سلام وادي انس اسامه لعمر هشام بيعدي عمر جاله مودي الاهلي مان تو مان كيجو وخطا شخص تاني على عبد الفضيل اعتقد عبد الفضيل هيتم تغييره بمين؟ هل باحمد مهيب ولا اليكس يونج اللي عليه ثلاثه فاول؟ هل ده توقيت اليكس يونج انه ينزل؟ هنشوف ماذا في راس الكابتن اشرف توفيق. اوتسايد لنادي الزمالك هيثم السحارتي
عمر هشام والمسماتش يخطف ويعمل السيل على طول مودي اللي بيطلع فص بريك لإيهاب أمين ودنك إيهاب أمين. إيهاب أمين دنك فص بريك على طول. كابتن أشرف بيقول لهم ارجعوا كيجو، وإيهاب أمين عايز يعمل بلوك لكن يهوش حلو كيجو ويطلع فاول وخطأ شخصي على إيهاب أمين برميتين حرتين. 74 56 7 دقائق 53 ثانية يرتكب إيهاب أمين الخطأ الشخصي الثالث وتوتال فاولات على الأهلي الرابع. أما الزمالك ثلاث أخطاء شخصية. الأهلي شوت 2 3 بوينت نسبته 100%. الزمالك لم يصوب أي ثلاثية في هذا الكوارتر. وادي تعليمات كده لو الكاميرا جت لكابتن أشرف لإيهاب أمين. وادي كيجو على تنفيذ الرمية الحرة الثانية. وادي الفاول الرمية الحرة الأولى ما بينجحش في التسجيل. كيجو تظل النتيجة كما هي 56-74. مصطفى كيجو والرمية الحرة الثانية ما بينجحش. عفاضيل يلم ديفنسيف ريباوند يدي المودي يهدى مودي يلعب مودي يطبق مودي اللعبة اللي هتنفذ على الزون زي كلير كده. أبو النصر أبو النصر يهوش حلو أبو النصر وخطع شخصي على هيثم السحارتي. ينجح أبو النصر في إضافة الخطأ الشخصي الخطأ الشخصي أو الفاول الرابع توتال على نادي الزمالك ورميتين حرتين لصالح النادي الأهلي. 6 دقائق 53 ثانية والخطأ الشخصي الأول على هيثم السحارتي. كده أي فاول على أي فرقة فيما عدا الديفنسيف الأوفنسيف فاول رميتين حرتين. أبو النصر على تنفيذ الرمية الحرة الأولى. وادي الإعادة الفاول اللي ارتكبه هيثم السحارتي وأبو النصر الرمية الحرة الأولى ينجح في التسجيل. 75-56. ما بينجحش أبو النصر في تسجيل الرمية الحرة الثانية. يلم مودي في السكند شوت يرتكب خطأ شخصي على لصالح أنس أسامة برميتين حرتين. يخرج هيثم السحارتي من الزمالك ويدخل إسلام سالم رقم 9. رميتين لأنس أسامة أنس أسامة ينجح في تسجيل الرمية الحرة الأولى. أنس أسامة على تنفيذ الرمية الحرة الثانية. ما بينجحش في التسجيل يلم عمرو الجندي يسلم لمودي على طول. مودي بيطلب إنه الناس بتجري وتفتح الملعب مع والتر هودج. والتر إيهاب أمين قلب نادي الزمالك لمان تو مان. يقع أبو النصر اتخبط في ظهره. سلامات أبو النصر ينزلوا على طول الطاقم الطبي. سلامات لكل لاعبتنا تاني بأكد على كل لاعبتنا دول أصحاب وأخوات. وادي اللقطة اهي يعني هو غير متعمدة طبعا من عمر هشام. سلامات لأبو النصر طبعا. وادي الإسعافات الأولية على طول البنج عشان أبو النصر يسكن الألم. وانا شايف هنا يعني على الدكه خلاص أليكسيون جوه اللي هينزل زي ما قلت لحضراتكم. طالما الدكاتره نزلوا يبقى اللعيب بيتغير على طول. 6 دقائق 33 ثانيه على انتهاء احداث الكوارتر الرابع والمباراه. 57 زمالك 75 الاهلي. أليكسيون جه فعلا نزل زي ما قلت لحضراتكم. سلامات لابو النصر اللي ابتدى يقوم اهو. سلامات ابو النصر واحد من اللعيبه اللي مسطره يعني مستوى عالي من الموسم الماضي. يخرج ابو النصر وسط تحيه من الجماهير من مشجعي مساندي الاهلي والزمالك. مش عايز اقول جماهير لان كل قاعدين يعني فرقه 16 سنه هنا او هنا وبعض زوجات اللاعبين. سلامات لابو النصر. أليكسيون جوه اللي نزل مكان ابو النصر.
احمد مهيب وسيف. هلا نشوف سيف في الاحداث القادمه. 57 75 للاهلي، 6 دقائق 33 ثانيه. افكر حضراتكم تاني، الفرقتين مرتكبين اربع اخطاء شخصيه، اي فاول بتشوط على طول. عمرو الجندي، نرجع للمباراه. عمرو سكرين من عبد الفضيل، يسلم ليون، ليون والثلاثات، يون يون يا يون يون يا يون يون يا يون، ثلاثات يون، الثلاثات ثانيه ليون. وادي الاهلي يضغط، اسلام سالم يوسع الفرق 78، واسلام ينجح في تسجيل نقطتين، 78 59 لصالح النادي الاهلي. ست دقائق بالتمام والكمال على انتهاء الكوارت الرابع والمباراه. اليكس يون عريس الثلاثات لمودي، يلا يا مودي، شاط مودي، قصيرة يا مودي، هارد لك يا مودي، يلم تاني، يحاول عليها، ينجح انه ياخدها، مودي بمنتهى الفدائية، يسلم لعمرو الجندي اللي بيهدم ملعبه وبيطلب سكرين من عبد الفضيل اللي بيجيله وبيحاول يعدي، ياخد البيك اند رول بينه وعبد الفضيل، سلم لعبد الفضيل يا مودي، بنتريشر راح وصل ما جابش، يورجي يلم على السكند شوت، لكن بلوك حلو من انس بصراحة، يعدي ياخد الكورة الزمالك، قال انس على الفاست بريك يحاول يطلع كيك اوت لعمر هشام، عمر خد قاطيع له ما ادالوش، ادى لانس اسامه معاه فضيل وجاله في المساعده، لكن هي اللي بالناحيه الثانيه لاسلام سالم، شوت اسلام سالم نجح في تسجيل ثلاثيه اسلام سالم، اول ثلاثيه في هذا الكوارتر. احمد حمدي شايفه على التسخين هينزل، اليكس يونج في الملعب معاه مصطفى مشعل، اليكس تاني، اليكس عدى، اليكس طلع الكيك اوت لايهاب امين، ايهاب بنتريشن يخطف اسلام سالم، وخمس ثواني على انتهاء زمن الهجمه، اربع دقائق و51 ثانيه على انتهاء زمن المباراه. افكر تاني حضراتكم بالنتيجه 78 الاهلي 62 زمالك. دخل احمد حمدي، خرج عبد الفضيل. خمس ثواني على انتهاء زمن الهجمه، هيعمل فيهم ايه الاهلي؟ والاوت سايد للاهلي، سلم ليونج، شاط يونج، بس ليه؟ ايه ده جت؟ جت ثلاثات يونج، يونج يعني انا اللي من عندي متصربعه، انا اتفاجئت بيها انها جت بصراحه. والتر هوج، والتر من الزمالك مع اليكس، دفاع قومي الاهلي، مصطفى مشعل في البيز لاين فاضي، اوبن شوت، شوت ما جابش، يلم عمرو الجندي على الفاس بريك لإيهاب أمين، لا والله لمصطفى، محمد مصطفى ينقل لإيهاب، إيهاب إيهاب أمين، أربع دقايق 15 ثانية، أليكس يونج، عمرو الجندي بدل المراكز، عايز ياخد بوزيشن عمرو، يطلع لإيهاب أمين، لكن أوت سايد، ونفس الخمس ثواني تاني على انتهاء زمن الهجمة. هيعمل هتعمل إيه؟ هتعملها تاني يا يونج؟ بيجهز لها اهو يون بخمس ثواني، ادى لإيهاب امين، لف إيهاب امين، سلم لاحمد حمدي، وصل احمد حمدي، كاونت كاونت كاونت، فعلا كاونت كاونت لاحمد حمدي في الثانيه الاخيره قبل الصفاره او الباص ما يصمم. 83 62 والتر هوج بيطلع كيك اوت لاسلام سالم، اسلام مصطفى مشعل واخد بوزيشن تحت الباسكت مع عمرو الجندي، يعمل للسين إيهاب امين ومن ورا ظهره فص بريك ليون لأليكس، أليكس فاول على عمر هشام، ورميتين حرتين لأليكس يونج والنادي الأهلي. أليكس يونج تو شوت لصالح النادي الأهلي. تغيير في صفوف الزمالك، خرج والتر هوج، نزل كريم دهشان. أفكر حضراتكم تاني بالنتيجة 83 62، 3 دقايق 41 ثانية، والتر هوج خرج لأنه أربعة فاول. أليكس يونج ينجح في تسجيل الرمية الحرة الأولى، يونج أليكس ينجح في تسجيل الرمية الحرة الثانية، عريس هذا اللقاء أليكس يونج. وادي عمرو الجندي بيخرج وينزل إبراهيم الجمع، إسلام سالم 85 62 3 دقائق 35 ثانية على انتهاء الكوارت الرابع والمباراة. اسلام بيطلع كيك اوت للدهشان، لاسلام تاني،
تحت الباسكت يباصي لأنس أسامة، لكن أحمد حمدي يقطع في السكة وتطلع أوت سايد على الكورتر على النادي الأهلي. سلامات أبو النصر، ألف سلامة تاني بكرر لكل لاعبينا، ربنا يعفو عنهم يا رب ويبعد عنهم شر الإصابات. مصطفى مشعل، خمس ثواني على انتهاء زمن الهجمة. إسلام سالم، الزمالك مع الكورة، دفاع قوم الأهلي، لكن مخالفة المشي بالكرة على إسلام سالم، وجود ديفنس من أليكس يونغ. تاني نبلغ حضراتكم 85-62، 3 دقائق 17 ثانية على انتهاء المباراة والكوارتر الرابع. محمد مصطفى مودي يعدي ليون، أليكس بيدور على أبا مين، معاه أنس أسامة مش بيديله فرصة. محمد مصطفى بيعدي، بيجي له سكرين، يطلع لإيهاب أمين، إيهاب بيهوش وبيروح، لكن يعني يتلخبط كده، لكن هنا في إيه؟ هنا في إصابة لإيهاب أمين، سلامات للبوب إيهاب، بس في خطأ شخصي على أحمد حمدي، ورميتين حرتين لنادي الزمالك، 2:53 ثانية، إيهاب أمين قام بسلام الله الحمد لله. ورميتين حرتين لمصطفى مشعل، هنا الخبطه يعني الكوع جه في العين تقريبا، يعني كوع انس اسامه جه في العين. سلامات لإيهاب امين، وبرده بكرر تاني لكل لاعبينا، مصطفى مشعل ايربول، وتغيير مصطفى مشعل. دم سلامات لمصطفى مشعل، الف سلامه مصطفى، سلامات لمصطفى مشعل، يعني لو الكاميرا تيجي معاك كده بس نطمن عليه. ده في دم، لا الف سلامه مصطفى مشعل، سلامات 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 لمصطفى مشعل والله. نزل مكانه احمد هيثم السحارتي، الف سلامه لمصطفى هيثم السحارتي، وادي الرميه الحره الثانيه، ينجح في التسجيل وتصبح النتيجه 63-85، 2:50 ثانيه على انتهاء الكوارتر الرابع والمباراه. بتقطع الكرة من مودي واوت سايد لصالح النادي الزمالك. ألف سلامة لمصطفى مشعل وألف سلامة لأبو النصر. سلامات لكل لاعبينا. وادي كريم الدهشان والستيل من إيهاب أمين، لكن ما لحقهاش وتطلع اوت سايد لصالح نادي الزمالك. 2:46 ثانية. تفوق النادي الأهلي 22 نقطة، 63-85. دهشان. اسلام سالم لهيثم، تقطع على طول من ايهاب امين، مودي بيديله الكوره على الفاست بريك، سوبر ماريو ايهاب امين، السوبر ماريو في هذا المباراه ايهاب امين، وينجح في تسجيل نقطتين. وادي عمر هشام لانس اسامه، عمر تاني ويعلق لانس اسامه، لكن في السكه حمدي يقطع الكوره وتطلع اوت سايد لصالح نادي الزمالك. 8 ثواني على انتهاء زمن الهجمه ودقيقتين و18 ثانيه على انتهاء زمن المباراه، 63 زمالك 87 الاهلي. والاوت سايد لصالح الزمالك، توصل لانس اسامه لكريم دهشان اللي بيمسك الملعب دلوقتي، يحاول يعدي يخلص زمن الهجمه، ابراهيم الجمالي يقطع منه الكوره، لكن تتحسب على النادي الاهلي وثانيه على انتهاء زمن الهجمه. تغيير في صفوف الاهلي، خرج أليكس يونغ، نزل عمرو الجندي. اوتسايد طبعا، انتهى بشوط على طول انس 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 شوط، لكن هنا الشوطه كانت قبل الباص او قبل الصفاره ال 24 ثانيه، فتحتسب على طول لصالح النادي الاهلي. 2:09 ثواني، يضغط نادي الزمالك لإيهاب أمين، مودي محمد مصطفى، نشي النادي الأهلي وانتقل إلى التأمين ثم عاد لبيته مرة أخرى، إبراهيم الجمال، أحمد حمدي، إيهاب أمين، إيهاب واختراقات إيهاب، وصل إيهاب، خد فاول إيهاب من كريم الدهشان، رميتين حرتين لصالح إيهاب أمين. رميتين حرتين
إياب أمين على تنفيذ الرمية الحرة الأولى. ينجح في التسجيل 88-63 دقيقة 57 ثانية. أي فرقة هترتكب خطأ شخصي تشوتس على طول، والرمية الحرة الثانية إيهاب أمين ينجح في تسجيل الرمية الحرة الثانية. يضغط الأهلي لسه، أنس أسامة اللي بيطلع من الملعب يسلم للسحارتي اللي فاضي، يوصل يقف له إبراهيم الجمال يتقطع منه، يلم على طول إسلام سالم. هنا في سلامات السحارتي وسلامات الجمال، التصادم كان قوي. سلامات ده الخلفية، سلامات سلامات هيثم السحارتي، سلامات سلامات سلامات، ألف سلام عليك. هنا الإعادة هتوضح تاني، هو واقف عشان ياخد إبراهيم الجمال ياخد الفاول، رجليهم هما الاتنين اتعلقت في بعض. سلامات لهيثم السحارتي وسلامات لإبراهيم الجمال، وإبراهيم الجمال الحمد لله مفيهوش حاجة، نطمن بس على هيثم السحارتي. قام الحمد لله هيثم في زكة خفيفة كده، دكتور نزل له نطمن عليه. وادي نقاش حلو قوي، يعني اللقطة دي تعاد تاني بين كابتن سيد وكابتن أشرف. وادي إسلام سالم ثلاثاته، وادي يونج. قام هيثم السحارتي بسلام، خرج من الملعب وتم تغييره ونزل محمد مصطفى، والكرة مع الزمالك عمر هشام، وسكرين من محمد مصطفى عمر هشام. ودي فرقة 16 بتقول أهلي أهلي، ودي باسكت من الزمالك من محمد أو من عمر هشام. يضغط نادي الزمالك، دي فرقة 16 فؤاد. دقيقة 25 ثانية على انتهاء المباراة، تفوق الأهلي 89-65. إبراهيم الجمال لقى الطريق فاضي، قلب لعمرو الجندي من بعيد، عمرو شاط، عمرو ما جابش، عمرو لم مودي مصطفى اللي بيسلم لحمدي، ودن سلام دانك، سماش سلام دانك لأحمد حمدي في أواخر المباراة 91-65 لصالح النادي الأهلي. خلاص دقيقة على انتهاء أحداث الكرة الرابع، شوت الزمالك 3 بوينت لما محمد مصطفى على السكند شوت نجح في تسجيل نقطتين والأند وان لمحمد مصطفى. وادي نادي الزمالك كاونت بيحسبها كابتن محمود، والاند وان لمحمد مصطفى لاعب نادي الزمالك. 58 ثانيه 91-67 لصالح نادي الاهلي كده، 91-68 58 ثانيه محمد مصطفى الاهلي بيطلب من لعيبته انهم يفتحوا الملعب معاه. اسلام سالم يعدي، اسلام قبل يعدي، وادي محمد مصطفى يشوط ما بيجيبش، يلم انس اسامه يسلم لاسلام سالم ما يلحقش، تطلع اوت سايد 40 ثانيه على انتهاء المباراه. اكلينيكيا مبروك للنادي الاهلي، 91-68 41 ثانيه على انتهاء المباراه، مبروك المباراه الاولى للنادي الاهلي. وادي محمد مصطفى، دي هتبقى ترند النهارده، دي اللعبه دي هتبقى ترند النهارده. خلاص انتهت اكلينيكيا، وزي ما قلت لحضراتكم وادي فرقه ال 16 سنه خلاص استسلم اللاعبين للنتيجه وانتهت المباراه. مبروك اعزائي المشاهدين لجماهير النادي الاهلي والجهاز الفني للنادي الاهلي، وننتظر الحسم باذن الله يوم السبت للصعود الى دور الاربعه. مبروك ثاني وثالث لفريق ال 16 سنه بقياده كابتن اسلام الكيلاني وقياده كابتن سيد صابر مدير قطاع الناشئين والناشئات، والمدير الفني لنادي الاهلي كابتن اشرف توفيق ومساعداه كابتن سيد مصطفى وكابتن احمد الجرحي. اعزائي المشاهدين استمتعت معاكم، ويا رب اكون قدرت ان انا اوفي وانقل تفاصيل هذه المباراه. شكرا لكم على حسن المتابعه والمشاهده، كنت معكم احمد مناع من صاله هيئه استاد قناه السويس، ونعود للزميل العزيز هيثم السعيد. مبروك يا كابتن هيثم، مبروك يا كابتن نبيل، مبروك يا كابتن كريم ضيف.